جهود كبيرة من الدولة لتوفير لقاح فيروس كورونا لكافة المواطنين وتطعيم أكبر قدر من المواطنين تجنباً لانتشار فيروس كورونا بمترو الأنفاق. إحنا يعني بقالنا حوالي 7 أيام شغالين، دخلنا على 8000 مواطن في خلال هذه الفترة في تطعيمهم. طبعاً لحد امبارح كانوا حوالي 5.5 أو 6. بعد تشغيل الكشك لمحطة السادات بقينا دخلنا على الشهداء، دخلنا على حوالي 8000 مواطن، غير إن إحنا طعمنا قبل كده موظفين في المترو حوالي بردك حوالي 6000 موظف المترو بفضل برضو من وزارة والتعاون مع وزارة الصحة. احنا طبعا بنقدم كل الدعم لوزارة الصحة وكل المبادرات اللي وزارة الصحة بتدشنها، احنا على استعداد ان احنا متواصلين معاهم ونكون موجودين معاهم، لان محطات مترو انفاق هي يعتبر فيها كثافة عالية من السادة المواطنين. عندنا حوالي مثلا الخط الاول والخط الثاني ما يقرب من 2-2.5 مليون مواطن يوميا، لو الخط الثالث هنضمه معاهم يبقى حوالي 3 مليون مواطن يوميا. احنا هننشر ان شاء الله الفتره الجايه اكشاك اخرى، هنركب النهارده بعد انتهاء التشغيل كشك في محطه مترو العتبه. يبقى احنا كده خلصنا الثلاث محطات التبادليه اللي هي محطه الشهداء اللي هي رمسيس، محطه السادات اللي هي التحرير، محطه العتبه اللي هي الخط الثاني مع الثالث. تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ببطاقه الرقم القومي فقط دون تسجيل على موقع وزاره الصحه. احنا عندنا في المترو يعني دي حاجه كويسه ان احنا بنلاقي فيه اكشاك كتير يعني في كل المحطات معظمها، عشان خاطر تيسير الموضوع اللقاح دوت يبقى كويس لينا ولعيالنا. طالما في نظام ما بيبقاش فيه وقت كبير يعني، اللي هو الكويس ان هو بيسعفك يعني، حتى لو خدتش يوم اجازه من اوله بتحجزي وبتيجي تطعمي. بيسهل حضرتك كل حاجه على المواطن، ويعني بيقضي وقته يعني ان هو يقدر يستخدم يعني التطعيم في وقت ما يعطلوش عن شغله، فبيجي وهو بيركب المترو بيصادف ان هو بيطعم وبيبقى يومه عادي وطبيعي وبيرجع شغله 100 100. تدشين العديد من مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا داخل محطات مترو الأنفاق جميعا تأتي في إطار خطة الدولة المصرية لحرصها على تلقي جميع المواطنين لقاح فيروس كورونا وعدم انتشار فيروس كورونا وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. من مصر، ياسمين جبريل.